السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن ديدان الأرض، أو ما نقوم نحن بأن نقول عليها طعم. الطعم ده اللي بنقوم بصيد السمك به. وديدان الأرض من الحيوانات اللافقارية، وهي الحيوانات التي ليس لها عمود فقاري، ومنها ديدان الأرض. إذا أمعنت النظر إلى الأرض فيمكنك عادة أن تلاحظ الأماكن التي مرت بها ديدان الأرض خلال حفرها. إن ديدان الأرض تفيد الأرض، إن بتقوم بعمل حفر وتهوية الأرض الزراعية بتفيدها عموما. وخلال حفر هذه الديدان في التربة تقوم بابتلاع جزيئات التربة والنباتات الميتة، فالنباتات هي غذاء ديدان الأرض. النباتات الميتة أو بقايا النباتات هي غذاء ديدان الأرض، وتمر التربة عبر جسم دودة الأرض ثم تطرد إلى الخارج من طرف الدودة الآخر على شكل أكوام طينية صغيرة تشبه سدادة الفلبين وتسمى طرح الدودة. تتحرك دودة الأرض حركة دودية بمط جسمها إلى الأمام، ثم بالجذب مؤخرتها، وعلى امتداد جسمها يوجد شعر دقيق يسمى بالأشواك، وهو يعمل على منع انزلاق دودة الأرض. وإذا مسحت بإصبعك أسفل جسم دودة الأرض أمكنك الإحساس بوجود هذه الأشواك. وديدان الأرض مخلوقات مفيدة جدا للأرض، فالأنفاق التي تصنعها هذه الديدان تسمح بوصول الهواء إلى جذور النباتات، مما يساعد النباتات على النمو. وتغر ديدان الأرض أوراق النباتات إلى أنفاقها لكي تأكلها، وقطع أوراق النباتات التي تتخلف عن ديدان الأرض تتآكل وتتحلل وتصبح سماد عضوي للأرض. شكراً.